احنا ثمنها جميعا في السنة السوداء التي حكموا وتحكموا فيها في هذا الوطن، ورأينا للمرة الأولى اعتداء على الكاتدرائية. ممنهج وله هدف. لماذا تراجعت حوادث العنف الطائفي الآن؟ سؤال يترتب، لأننا نعلي من قيم المواطنة. القضية ليست فقط في الكلام، نحن لدينا في الدستور من الديباجة للمادة 1، المادة 19، المادة 40، المادة 87، كلها تؤكد على حقوق المواطنة. وربما جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتترجم ذلك. وكان سعدنا كثيرا، وأنا كنت قريب من الأنبهولة ودائما أحضر اجتماعات معه ومع السيد عمر مروان، والوقت الذي كان يأتينا في مجلس النواب في هذا الوقت لندرس ونسمع الملاحظات المتعددة. وكنا جميعا مع ضرورة، وكان معنا سيادة النائب ان احنا نشوف ان احنا نشوف ازاي نصل الى الحد المشترك الذي يجعلنا جميعا ندرك تماما معنى المواطنة. معنى المواطنة هي علاقة ما بين الفرد وبين الوطن. المواطنة يعني الوطن، يعني السكن، يعني المنزل، يعني الشراكة في كل شيء دون ما تمييز، وفقا للدستور او وفقا حتى للمواثيق الدولية والعهد الدولي وغير ذلك، التي تنص جميعا على اننا شركاء في الحقوق كما اننا شركاء في الواجبات. وزي ما قال سيدنا في زمن كورونا، الا تستطيع ان تفرق بين المسلم والمسيحي الا عندما يذهب المسلم الى الجامع ويذهب المسيحي الى الكنيسه. هكذا هي الثقافه التي تربينا عليها حتى في الصعيد، الذي يقولون انه قبلي وانه كذا وانه، هذه ثقافتنا الحقيقيه. ومن هنا نحن ننظر للمستقبل نظرة تفاؤلية في ظل الطرح الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي دعا مجلس كنائس الشرق الأوسط للاجتماع هنا في القاهرة، وكانت رسالة للجميع أننا أبناء وطن واحد، وأن هذا الوطن قادر على استيعاب أبنائه والمضي بهم إلى الأمام. كيف نستطيع عبر الحوار الوطني